ديما نرجع لك للربع ساعة الأخرى متاع الماتش البارح وقت لي ولا العشر دقائق وقت لي هبات سعد بقير ونقص واحد من لي دو ميليو ديفونسيف وقتها كثروا لي زانترفال ما بين لي ميليو تيران متاع الترجي الرياضي التونسي وقتها الوداد لقى لي سوليسيون في الانترليني وقت عمل دي زوكازيون نذكروا منهم زوج ثلاثة في الاخر الماتش اللي كانوا ينجموا ما كانش صحيح معناها خروج واحد من الثلاثة من اللاعبين اللي كان في الوسط لو كان بيدي انا نستحفظ هكاك ويمكن الشونجمون يكونوا القدام وبكري باش نعطي خاطر كيما قلت لك تلعب على الفريشور فيزيك نتاع سورتو نتاع المنافس نتاعك اللي ريناه يعني استنزف القوة نتاعو لكل الوداد في يعني على 70 وال 75 دقيقة دونك سي نورمال اوتوماتيكمون باش يكون باش يتيح العامل البدني نتاعو وقتها ممكن الترجي كان نجم يستغل هذا لكن شوف كيما نقولوا راهو هذا تيوريك ما بعد سور تيرا نحبوا لا نكرم لاعبي هما لي زاكتور هما اللي نجحوا سواء السيستيم ولا لي ريسك اللي اخذهم المدرب في المباراه.